ولو بنتكلم عن حياة كريمة وبنتكلم عن مراعاة الدولة للفئات ومكافحة الأسعار، في أول الحلقة اتكلمنا عن جهود وزارة الداخلية الاجتماعية في مجال تخفيف الأعباء عن المواطنين. احنا تابعنا كلنا الفترة اللي فاتت، ما كانش فيه كلام غير على ارتفاع أسعار البصل. يعني البصل ده بنعتبره سلعة استراتيجية في جوه كل بيت، إذا كنا بنتكلم عن البصل، عن الطماطم، عن البطاطس، ما فيش بيت بيخلو يوميا من سلعة البصل تحديدا. يعني الفترة اللي فاتت كان الكلام عن سعر البصل زاد جدا، في كلام انه وصل 25، وبعض المناطق كمان يمكن زاد فيها وصل فيها 30، وبعض المناطق الاستثنائية وصل فيها ل 35. لكن في الحقيقة وسط كل التساؤلات دي كان في خطوة سريعة جدا من وزارة الزراعة. يعني إذا كان في ارتفاع جنوني أو غير متوقع أو غير منطقي في بعض السلع، وزارة الزراعة فورا تدخلت وقررت وقف تصدير البصل. احنا عارفين ان مصر من الدول اللي بتمتاز بتصدير البصل، انتاجها عالي جدا من البصل، عندنا محافظات معينه بتنتج البصل وبتصدره، عندنا مثلا على سبيل المثال كفر الشيخ، ويمكن لها تعليق على القرار ده. امبارح مجلس الوزراء صدق على قرار وزاره الزراعه بمنع تصدير البصل لمده 3 شهور علشان نوفر الكميات المطلوبه في الاسواق، وبالتالي بينخفض سعر البصل مره أخرى، لأن يعني السعر اللي وصل للبصل بصراحة كان يجب الوقوف عنده. تفاصيل أكتر هنعرفها عن حال البصل وأسعاره المتوقعة بعد قرار وزارة الزراعة من الأستاذ حاتم النجيب، رئيس نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية. أستاذ حاتم، برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بيك يا فندم، كل السادة المشاهدين وكل متابعيكم. احنا يعني بنسمن القرار او الموقف او الاجراء اللي اتخذته وزاره الزراعه مباشره بوقف تصدير البصل لمده 3 شهور لتوفيره في الاسواق وسعره ينزل شويه للمستهلك. متعودين ان البصل عمره ما وصل للسعر ده. من ساعه ما امبارح، من ساعه ما رئاسه الوزراء صدقت على هذا القرار، ماذا تم حتى الان، وهل في بوادر انخفاض في اسعار البصل ولا لا؟ ده حقيقي، واحنا اكدنا على قلنا كل ما يبقى عندنا لدينا معروض واتاحه المنتج داخل الاسواق المراقبه من الدوله هيحدث اتزان، ثبات في الاسعار ثم انخفاض تدريجي، وده اللي حدث بالفعل. احنا مش البصل بس، ده عندنا النهارده حتى ولو المؤشرات يعني الانخفاض هو يعني طفيف، ولكن في بوادر للانخفاض. الطماطم النهارده فيها انخفاض، البصل فيه انخفاض حتى ولو طفيف، ولكن احنا بنقول هذه الخطوة من شأنها بتعمل اتزان داخل الأسواق. الدولة انحازت لمحدود الدخل والفئات غير قادرة، وده يحسب للدولة ممثلة في الحكومة. وزارة الزراعة بتطلب مجهودات كبيرة جدا، وكل الجهد والشكر لوزارة الزراعة اللي بتقوم بيه ده مش غريب على وزارة الزراعة، لأن دي الوزارة المعنية بكل منتج يزرع في مصر. ولكن اللي احنا بنأكد عليه ان التغيرات المناخية اخي العزيز لازم يبقى احنا لدينا رؤية مستقبلية ليكون تقابلنا للتغيرات المناخية، لان طبعا هذه التغيرات بتأثر تأثير سلبي على كل المنتجات الزراعية مش البصل المحاصيل. لان احنا السنة دي عندنا تدني في المساحات، نسبة قليلة نعم، ولكن عندنا زيادة صادرات، ودولة زي ما انا ذكرت انحازت للمواطن عشان توجد الإتاحة داخل الأسواق، وده ينعكس بانضباط السوق ويكون مردوده على المواطن في انخفاض الاسعار. ده شق كويس. طيب. لكن اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي يا فندم ان احنا نحول من الخضار والفاكهه الفريش ان احنا بنصدرها، ده شق كويس جدا. احنا مش ضد التصدير، احنا بنفتح اسواق في كل العالم، العالم كله بيتهافت على المنتج المصري، ولكن الصعوبه انك انت لما بعد ما تفتح سوق، وزاره الزراعه بتعاني لما تفتح سوق ويتم طبعا مثلا قله معروض او يقابله مثلا وقف تصدير، لكن احنا بنقول الفتره دي مؤقته حتى يكون لدينا محصول قادم ان شاء الله في القريب خلال 2 شهر، وده هيحدث زياده انتاج نستأنف عمليه التصدير مره اخرى. ما هو ده سؤالي، هو السبب الرئيسي كان ان المنتج كله كان بيتم تصديره، فبالتالي السوق يعني تعطش زي ما بيقولوا، ولا كان فيه أسباب تانية مثلا من التجار؟ لا، هو رقم واحد إن احنا المساحات كان فيها يعني قلة الفلاحين عزفت عن زراعة البصل، الكميات هي بسيطة ولكن أثرت في السوق المحلي. ثانيا
وده اهم الاسباب طبعا زياده صادراتنا من البصل تحديدا الضعف. يعني السنه دي احنا كنا بنصدر ما يقرب عن 250 الف طن، احنا زودنا ما يزيد عن 150 الف طن، فده طبعا في حد ذاته بيضغط على السوق المحلي. ولكن هل في ممارسات خاطئه؟ نعم، نعترف ان في بعض الممارسات الخاطئه من قله قليله، مثلا بيخزن بيعطش السوق. ولكن بعد هذا الاجراء والقرار اللي اتخذ سيكون طبعا هذا اللي بيعمل ده طبعا يبقى لن يستطيع ان يخفي منتج، هو هيوديه فين. وانا ليه قلت المحل. انا قلت البصل، انا قلت اسباب ثانيه، سالت عن اسباب ثانيه لان البصل من السلع اللي بتخزن اصلا، يعني هو ممكن تخزينه، احنا بنخزنه بالمواسم. احنا القرار اتخذ في وقت كويس، ولكن احنا كنا يعني احنا كنا طلبنا كشعبه خضار وفاكهه ان القرار ده منذ شهر وما يزيد عن الشهر، كنا طلبنا بارجاع عمليات تصدير البصل وبعض الاصناف الاخرى، ولكن تدرس الان ان لكن احنا مش عايزين نفقد اسواق، لان ده بالظبط. ما هو احنا برضو بنتكلم على تصدير، ده شيء مهم. الفلاح لازم ما يخرجش من المعادله، لان لازم احافظ على الفلاح، لازم يبقى ليه عائد، هو ده اللي انت بتتكلم عنه. طيب هل يعني متوقع في خلال قد ايه سلعة البصل تنزل لسعرها الطبيعي؟ الطبيعي ان كل يا فندم ما يبقى عندي زيادة انتاجية واتاحة منتج وزيادة معروض من خلال هذه الاتاحة داخل الاسواق، يبقى عندي ثبات ثم انخفاض تدريجي لكل المنتجات الزراعية، مش البصل. تمام. بس انا بتحدث النهاردة عندي احنا النهارده معانا البصل، احنا معانا البصل كمثال. انا الان عندي تحركات سعريه فيها هبوط ولكن طفيف، ولكن هذا هو الطبيعي بتاع السوق، اليات العرض والطلب والتداول اليومي اللي بينتج عن عمليات البيع والشراء، ثم بعد كده يتبعه يعني انخفاض، وده يشعر به المواطن بشكل مباشر. واحنا بنتكلم على البصل تحديدا استاذ حاتم كنموذج، ما احنا متاكدين ان بيتم في اي سلعه تانية بيتم نفس اتخاذ نفس الاجراءات، نفس اللي انا بتكلمه يا فندم. مظبوط. قلت لك ان هيكون عندنا النهارده في ثبات في الاسعار وانخفاض، حتى ولو انا قلت لو طفيف بالنسبه للبصل، يعني النهارده احنا كنا بنتكلم كان البصل من ايام ب 23 جنيه جمله بيباع ب 25 زي ما ذكرت سيادتك، وب 30 جنيه في بعض الاسواق التجزئه، النهارده البصل بيتراوح من 18 ل 20، ففي انخفاض حتى ولو طفيف، ولكن في بوادر لعمليه الانخفاض للمعدل اليات العرض والطلب والبيع والشراء الذي ينتج عن اتاحه المنتج. يعني بس حضرتك قلت من شويه ان من شهر طلبته بتحجيم مساله التصدير في البصل. ده حقيقي. استاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه بالغرفه التجاريه، انا بشكر حضرتك جدا، وهنتابع الفتره اللي جايه ماذا سيحدث في سلعه البصل او كل السلع اللي بيحصل فيها ارتفاع مفاجئ في الاسعار وارتفاع غير منطقي.